ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد، فيديو النهارده الجوكر انفصام حاد. طبعا بعت لي الاغنيه دي، بعتها لي تقريبا من اسبوع، بعتها لي كذا مره مش مره واحده، اوكي، وقال لي ان هي مش هتعجبني، اوكي، بس فكرتها حلوه. ف فكره ان هي مش تعجبني دي اللي هو اوكي بس فكرتها حلوه، اللي هو انا مش برضو مش فاهم اللي هو يعني ايه فكرتها حلوه، يعني دي مش الستايل اللي انا بحبه، بس فكرتها حلوه مش فاهم. فانا بصراحه عندي فضول عايز اعرف هو قال لي انفصام حاد اللي هي واحد، وانفصام حاد اتنين. انا شايف ان في انفصام حاد برضو تلاتة. ما علينا، انا جوكر واخد عنه انطباع وحش لحد دلوقتي، لان طبعا اخر اغنيه كنت بقول انا عايز احب الجوكر. طبعا في كومنتات كانت زي الفل جميله جدا، اوكي، عشان قلت ان مش عاجباني عشان فيها صوفيان، اوكي، مع ان المفروض ان انا اطلع اقول لو اغنيه مش عاجباني اقول ان هي مش عاجباني، اوكي، وهعمل كده برضه، فاهمين؟ يعني الاغنيه دي لو مش عاجباني اقول ان هي مش عاجباني عادي، لان انا هنا هو بعمل كده، يعني انا هنا هو موجود هنا عشان اقول كده اذا كانت حلوه او وحشه، بس ما علينا، فمحدش يزعل، اوكي، ده في الاول وفي الاخر رايي انا، اوكي. ممكن تقولوا لي رايكم باسلوب حلو، اوكي، ايه اللي عاجبكم في الاغنيه دي، وتعرفوني ممكن يكون لكم وجهه نظر انا مش واخد بالي منها، ودي بتحصل كتير، اوكي، في كذا اغنيه حصلت، اوكي. ما علينا، خلينا نبدا الاغنيه ونشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، ويلا ليتس جو. لما نشوف الاغنيه اللي فكرتها حلوه ومش هتعجبني مش هتعجبني مش ستايلي. اوكي، شر نفسي عليا بقى لما اتقفلت البيبان وعرفت ان طوقي. اوكي، ثواني، 2012، اوكي، انا جاي كل حوافر معاني بال بقى شو هو الملك، الناس حواليه بزنبلك، قمة السعادة وسط العبيد انت بس تمتلك، بيني وبينك يا احمد جدار، انا عليك سيب قرار، قول انت حار او قتل مع سبق الاصرار، ليه شو فرحان بشرك والشيطان في طريقه برك، ناسي ربك دينك اهلك والخضوع لامرك برك، اصحى فوق شوف لك دواء، ده وجود الشكر فيك عيا، يا ريت صح ما تخلص كفايه دفنته بالحياه، وانت يا احمد كنت فين لما قسمتنا الدنيا اتنين، نص في كفه الناس داسوها ونص داس على الكفتين. عشان كده اسمها انفصام حاد، ان هو كانه شخص تاني بيكلم نفسه. اوكي، واو، نص عاش ملك في غابه ونص الدهره من الديابه، احمد فكين هي دي الفكره الحلوه، ممكن يكون قصد كده. افرما في زماننا مسكن الغلابه، عايز نحييك وارجع عروسه بترنت البوتيك، انسى يا احمد رجوعك وهم ساكن بس فيك، واحد حي التاني مات، واحد عبد التاني ساد، واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد غايب، واحد عبده التاني ساد، حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات، ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد، واحد حي التاني مات، واحد عبد التاني ساد، واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد غايب، حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات، ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد، فلاش باك على يوم ما الحظ لعب معاك، حب الناس لشرك قتل حبك لاحمد من جواك، بعد ما عمو الجو نجح عملت من ماضيك شبح، ما هزتكش مره كسرت صوتي اللي اتنبح، الجوكر فوق عشان النب سبق كلامه، وانت مت لما قبلت الدنيا تزل فيك قدامه، لا الجوكر وهم نفسه لما فسرت التزل، امال ايه معنى دمعك لما قطع فيك الكل، المعنى ان ربك فوق كل اللي بعنا، طب ما ربك اللي فصلنا وفي جسد واحد جمعنا. واو، انا اللي عاجبني، انا شبه جسمي بيقشعر دلوقتي، اوكي اللي هو يعني بيكلم نفسه في نفس الوقت اللي هو واو، اوكي، هي كفكره، وقال لي فكرتها حلوه، هي ممكن يكون قصده كده، فممكن، اوكي، انا عارف ان الستايل مش بتاعي، الستايل اللي هو الحزين، اوكي، بس انا في كلام انا بحاول برضو ان انا ايه افهم اغلب كلامه، لانه برضو ايه في حاجات مش هعرف اقراها بسرعه، اوكي، ف خلينا نكمل، عشان انا لحد دلوقتي لحد ما الموضوع القصه عجباني، يعني القصه عجباني ان هو بيكلم نفسه، ان هو حتى في يعني فاهم اللي هو تحسسك بالانفصام فعلا. وعلى فكره انا ساعات بقعد اكلم نفسي، يعني ممكن يبقى عندي نفس الكلام ده، فممكن اكون عندي انفصام حاد، وانا عندي، بس انا اعرف ان كلنا بنتكلم بقى، يعني كل الناس بتعمل نفس الكلام، اللي هو ممكن تتكلم لنفسك اللي هو مثلا يا كذا كذا كذا، لا لا لا، بس
اه صح، بس هو مش عارف فاهم، كلنا بنعمل نفس الكلام، ف كلنا عندنا انفصام حاد. ما علي، خلينا نكمل. وجمعنا بس الاختيار ده كان بتاعنا، ازاي وشر الناس على الشر في كل يوم شجعنا، وعشان الصح صعب تقوم تمشي تطاعنا، ازاي وشر الناس على الشر في كل يوم شجعنا، وعشان الصح صعب تقوم تمشي الطريق الاسهل. هو انت يا احمد ناسي لما الضرب كان في مقتل؟ ما نسيتش بس صعب عليا الجو سكينه تسرقه، ويروح طريق يجيب وقلب امه عليه يحرقه. واحد حي التاني مات، واحد عبد التاني ساد، واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد. غايب حاضر بالهمسات، حلمه يحيي في اللي مات، ده هيشد وده هيشد تحول لانفصام حاد. واحد حي التاني مات، واحد عبد التاني ساد، واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد. غايب حاضر بالهمسات، حلمه يحيي في اللي مات. هو بيقول واحد عبد والتاني ساد، بس انا ما اعتقد في الحته دي هو مش نفسه هي اللي بتخليه يبقى كده. اوكي، يعني واحد ده عبد ومفروض ساد دي اللي عكس يكون عبد، صح؟ لو انا فاهم صح. اوكي، انا في العربي صباح الفل، يعني بطاطس بالبتنجان. اوكي، فانا مش فاهم هو قصده ايه ساد، ولا هو قصده ساد اللي هي بالانجلش اللي ساد حزين. اوكي، يعني واحد عبد والتاني حزين. ممكن، بس ساد لو هو يقصد بيها ان هي فيها كفر او اي حاجة، اللي هو اللي انا كنت هتكلم فيه دي، مش نفسه، بس ممكن يكون الشيطان هو اللي بيكلمه اصلا، مش هو، مش نفسه، يعني مش هو من اللي عنده انفصام حاد. لان الشيطان بيجي ممكن، يعني بيصطاد الناس اللي هي ممكن ان هو يتكلم نفسها، يعني عندها نفس الاسلوب ده، اللي هو دي كلام نفسه، انا غلطان، انا مش عارف ايه، فاهم؟ ويجي لك من ناحية اللوجيك ويكلمك، طب ما ربنا، حتى هو بيقول طب ما ربنا هو اللي خلانا ننفصل واحنا في جسم واحد، يعني نفس ربنا، يعني هو بيكلمه كده. فممكن انا اللي اقدر اقول ان ده شيطان مش نفسه. اوكي، فده فكرة انفصام حاد مش مع الاسم خالص. اوكي، هو لو كان سماه شيطان او الوسواس كان هيبقى احسن، يعني كان هيبقى هقدر افهمه. لان لو حد ليه او بيتفرج على اللي هما الدعاة، اوكي، انا عشان بتفرج على الدعاة فاتكلموا على حاجة زي دي، فعشان كده انا عارف اتكلم في الموضوع ده. اوكي، انا مش شيخ، اوكي، بس بحب اتفرج على اللي هما الدعاة والكلام ده، اللي بيقعدوا يتكلموا عن ربنا وكده. فهم بيتكلموا عن الموضوع ده، ان الشيطان هو اللي بيجي، هو اللي يوسوس لك، هو اللي بيخليك من ناحية اللوجيك ويكلمك وتحس ان الكلام لوجيك، تقدر تقول اه صح، ما هو مش عارف ايه، فاهم؟ ف هو ده اللي عايز اقوله. مش عارف انتوا هتفهموني ولا لا، انا عشان حاطط سماعات فالكلام هتلاقوه مش مترتب قوي، بس هو ده اللي انا عايز اقوله، ان ده مش حاسس ان هو بيكلم نفسه. في نفس الوقت حاسس ان حد تاني خالص زي ما انا قلت هو اللي بيكلمه، بس هو ده اللي عايز اقوله. انهي الكلام؟ ده هيشد وده هيشد تحول لانفصام حاد، الطبع يغلب التطبع وانا اجل الوش القديم، الشر يحكم اني اقوى طاقتي احمد في الصميم. انت تايه باللي في ايدك وانت عبد كان لك سيدك، انت اللي الشيطان عماك وهمك ان الناس عبيد. انت شيطانك عماك. اوكي، انت تايه باللي في ايدك وانت عبد كان لك سيدك. انا دايما بتكلم بدري فاعذروني، انا اسف في اللي انا قلته الاول ده، كنت المفروض استنى، وتقريبا هو قالها قبل كده بس ما خدتش بالي. بس سيدك انت اللي الشيطان عماك وهمك ان الناس عبيدك. اه عبيدي، لا اسحج وانا لسه مادد ايدي. الشيطان عماك وهمك ان الناس عبيدك. اه عبيدي، لا اسحج وانا لسه مادد ايدي. بعد ايه ما الدنيا حالي تسمها في وريدي، ما فاتش الوقت بس انوي من قلبك تتوب بجد. وهم يا احمد الشكر خلاص مش عبد حد. طب وربك؟ ربك في سما واحنا في ارض. يا جو استغفر، هستغفر يا احمد بس بشرط. شرط ايه؟ ما تظلمش يقولوا قدري، ولما اخد انسان في حضني ما يزرعليش خنجر في ظهري. ازرع خير احصد خير، ما اتاكلش بنابل غير، ما يبقاش فينا صياد واحد تاني دوره طير. ده الشيطان اللي بيتكلم، ده الشيطان من شكر. الاسلوب ده اللي هو بس بشرط والشروط، يعني ما تظلمش يقولوا قدري، ولما اخد انسان في حضني ما يزرعليش خنجر في ظهري. ازرع خير احصد خير، ما اتاكلش بنابل غير، ما يبقاش فينا صياد واحد تاني دوره طير. بس يا شو مالك يا احمد ساكت ليه؟ عرفت رجوعك فيا وهم مش هيحصل ليه؟ واحد حي التاني مات، واحد عبد التاني ساد، واحد كان لازم له فرصه يبيع فيها التاني في مزاد. غايب حاضر بالهمسات، حلمه يحيي في اللي مات، ده هيشد وده هيشد تحول لانفصام حاد. واحد حي التاني مات، واحد عبد التاني ساد، واحد كان لازم
لازم له فرصة يبيع فيها التاني في مزاد غايب حاضر بالهمسات حلمه يحيي في اللي مات ده يشد وده يشد تحول لانفصام حاد عايز اقول لكم حاجة يا الاغنية دي انت قلت لي ان هو مش ستايلي اوكي اللي بعت لي الاغنية اوكي انت قلت لي ان هو مش ستايلي بس عايز اقول لك على حاجة انا دي الاغنية الوحيدة للجوكر اللي عجباني لحد دلوقتي بجد لان انا حاسس ان القضية دي ممكن تبقى عند اي كذا شخص اوكي مش الجوكر بس حتى انا قلت ان انا بكلم نفسي دي طبيعة اوكي بس فكرة ان انت تبقى مثلا تقعد تكلم نفسك عن الموضوع برضو بتاع ربنا انا مبقولش ان انت تعبد ربنا وخلاص اوكي بس برضو يبقى في يعني يبقى في عقل شوية لان الشيطان بيخشلك من ناحية اللوجيك ويخليك ان انت فعلا ان انها حصلت لي اوكي وما كنتش اعرف يعني ما كنتش اعرف ان هو شيطان وكنت بقول كلام ما ينفعش يتقال بصراحة ومش هذكر ايه اللي انا كنت بقوله اوكي يعني استغفرت ربنا بعدها لما ابتديت ان انا اتفرج وبتاع ففهمت ان دخل الشيطان بيدخلك من ناحية ايه لو انت بتفكر كتير فيدخلك من ناحية الحاجة الكلام اللي هو يبقى فيه سنس وفيه لوجيك فاهم ويستعملها معاك لان حتى الدعاء لما بيكلموا على الشيطان بيقولك ان اول حاجة استعملها ضد ربنا كان هو دماغه ان هو شغل عمل فرق ما بين طينة ونار فمن هنا بيستعمل مع الناس برضو مع البشر لان هو معاد ربنا اللي هو بعزتك وجلالك اللي هو بمعناه ان هو هيجي للبنادمين من كل حتة اوكي فحلف بربنا فطبعا دي رحمة من ربنا ان هو سابه على فكرة دي رحمة فطبعا من هنا هو استعمل اللوجيك مع ربنا فطبيعي لما يجي يوسوس لك هيوسوس لك بحاجة يخليك ان انت تقتنع بيها ان هي 100% صح هي لوجيك هتبقى معاك صح يعني فاهم انت لو كلمت مع حد فيها اقول لك اه صح بس لو حد بقى فاهم فعلا في الدين هيجاوبك يقول لك لا بس هو في 1 2 3 فاهم فمن هنا ايه هيفهمك ان اللوجيك ده هيبين لك ان هو مش لوجيك يعني هتحس ان هو فيه غباء فاهم بس هو سبحان الله انا مش عارف اشرحها بس بتحصل لناس كتير فعشان كده انا عجباني لان في قصص انا بتعجبني من ضمن القصص ان انت تتكلم مع نفسك دي انا عجباني فشخ هي فعلا فكرتها حلوه والاغنيه انا عجباني طريقه كلامه عن اغنيه الاخيره اللي انا سمعتها له مش فاكر كانت اسمها ايه كانت مطلوبه مني كتير قوي كان واحد عمال يكتبها لي وبعد كده اختفى ما اعرفش راح فين فما كانتش عجباني بصراحه كانت فيها ستايل سفيان اوكي ستايله ده احلى طبعا الاغنيه دي قديمه انا من رايي الجوكر في 2012 2013 كان فعلا جوكر حلو ستايل الجديد انا مش عاجبني خالص خالص يعني انا اتمنى ان هو يرجع للستايل القديم هيعجبني ما علينا ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم يا رب تكونوا فهمتوا حاجه من اللي انا قلته اوكي يا رب انا اتمنى اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ويلا تشوس